مع الدينية سنة رابعة الإسلام. فتحت على طب الأسنان، أول تساؤل كان عن رفقاتي إنه شو هالقرف. بعده صارت تعليقات من الأهل والرفقات إنه بدك تشتغل بالمزاق أو بدك تصير مهندك إنك تحط إيديك أمام الناس. طبعاً هالشي صحيح نسبياً بالنسبة لطب الأسنان، بس بيضل له إيجابياته بالنسبة للدراسة وبالنسبة للعمل، بتخليها مهنة خلينا نقول بتغطي على الهرف تبعها. أول شيء هذا كتاب من أهم كتب طب الأسنان، The Art and Science of Operative Dentistry. عنوان Art and Science كثير عم يستعملوه مؤخراً، إنه العلم والفن، بس أحياناً شغلات لا فيها علم وأحياناً شغلات ما فيها فن. بس بالنسبة لطب الأسنان هالشي موجود، طب الأسنان فعلاً بيجمع بين العلم والفن. إذا بدنا نحكي عن العلم، طب الأسنان إذا أنت بتحب العلم، طب الأسنان حيفتح لك كثير مجالات خلينا نقول تلبي طموحك العلمي بالبحث، بالعلوم الكثيرة اللي بيجمعها طب الأسنان، الفيزياء، مقاومة المواد، الطفيليات، الجراثيم، يعني أي قصة بحثية أنت ممكن تلاقيها بطب البشر، ممكن تلاقيها بطب الأسنان، بالإضافة لمجالات ثانية بيجمعها طب الأسنان. هلا بالعادة طلاب بكالوريا عندهم فكرة انه اذا انا جبت 30 بالفيزياء فلازم فوت هندسة، جبت علامة كاملة بالعلوم لازم فوت طب او طب اسنان. بس الحقيقة هالشي دقيق لو كان مناهجنا التعليمية مدروسة ومبنية بدقة، بس باعتبار انتم بتعرفوا البير وغطان ما لازم تستندوا على الفكرة. انت بتعرف ميولك المفروض من خلال عمرك، من خلال سنين حياتك، مو من خلال علاماتك بالبكالوريا. كمان في فكرة تانية كتير بتسمعها، انه انت لازم تفوت الفرع حسب ميولك، تختار اختصاصك بالجامعة حسب الشغلات اللي بتحبها. هالشي صحيح بس مو بالمطلق. انت لازم تراعي ميولك، بس لازم تراعي امكانياتك، لازم تراعي وضعك المادي، لازم تراعي انت مختص مفكر تختص ولا لا، لازم تراعي انت عم تفكر تشتغل بالبلد ولا لا. إذا بدك تاخذ قرار صح ومنطقي لازم تاخذ كل هالعوامل، مو بس أنا والله بحب رسم والفنون جميلة. طب الأسنان هو فن، مثل هذا الفن ومثل أي فن ثاني. وقت نحكي عن الفن، نحن عم نحكي إن أنت بدك نظرة جمالية، بدك تكون عينك تشوف الحلو من المشي، بدك تكون عندك نظرة تختار الألوان الصح. هالشيء انتم ما حتقدروه بجوز السنه الثانيه او الثالثه او الرابعه من دراستكم، ويلي مو مختص بهالقصه ما بيعرف الناحيه الجماليه المطلوبه لطبيب الاسنان. في فكره مهمه انه انت مو لازم تكون فنان لتدخل طب اسنان. هلا انا ما كان عندي باعتبار نظره فنيه لدخل طب اسنان، بس تكون بترسم او عندك مهاره يدويه اكيد بيساعدك كثير انك تشتغل طب اسنان، بس بالتدريب والممارسة رح تقدر تردم القوة بينك وبين الشاطر فنيا. وقت نحكي انه نظرة فنية اكيد بدك تهتم بأدق التفاصيل، وطب الأسنان نحكي بأجزاء المليمتر، لتقدر توصل على الدقة بدك كثير وقت وكثير تدرب وكثير ممارسة. هالشيء بده خلق طويل. إذا أنت ما عندك خلق طويل، هي أهم شغلة أنا بعتبر طب الأسنان، إنه أنت يكون نفسك طويل عليها. إذا ما عندك نفس طويل عليها رح تمل بسرعة، رح تهمل موالك بسرعة، رح تتجه بسرعة أكثر نحو الفشل. فبرأيي بالتاوق يعني أهم ميزة لطب الأسنان، أنت لازم تعرفها بحالك أنك تقدر تربص على حالك ولا لا. أنا عندي الشغلة بدي أتدرب على سن كيف أشتغل 20 30 مرة ما بعرف لحتى يزبط معي. عندي هالصبر ولا لا؟ هي الشغلة موجودة عندك. صح بدها وقت وجهد، بس بنفس الوقت طب الأسنان يعني مثلا مثل العمارة والطب البشري بتاخذ لك كثير وقت وحيز كبير من حياتك. انا حسب خبرتي طب الاسنان بتترك لك الحيز انك تشتغل ويكون لك حياة منفصلة عن طب الاسنان. انا هلا شغلي ما له علاقة بطب الاسنان، وبدرس مناهج جامعة غير الكلية الثانية بس مع دراسة طب الاسنان، فهي ما بتاخذ كثير وقت بس بدها صبر، ويعني لها عتة الخاصة بس بدك تتحملها. طب الأسنان فيها ناحيتين، ناحية المادية فيها سلبية كبيرة أثناء الدراسة بس بتصير إيجابية بعد التخرج. سلبية أثناء الدراسة لأنه أنت ما بتعرف الكليات الطبية، طب البشر وطب الأسنان مكلفة كتير إذا بدك تدرسها بالمراحل الدراسية الأولى.
إذا بدك تدرسها بجامعة خاصة، طبعاً جامعة دمشق مجانية، ومكلفة إذا بدك تختص. الاختصاص بالجامعات برا للعلوم الطبية من أغلى الاختصاصات. بس طب الأسنان فرع عن باقي الكليات حتى بجامعة دمشق إنه كلفته اليومية عالية. نحن كثير بنشتري أدوات غالية، بنشتري مواد بشكل يومي أو أسبوعي. يعني عندك دفعة منيحة بدك تحضر جيبة أبوك أول كل فصل لها هي. بس مثل ما قلنا بعد ما تتخرج بيصير العائد المالي عالي. طب الأسنان من أعلى المهن من حيث الوارد المالي. وين بأي دولة بالعالم بتشوف أكثر عالم 10 مهن إيراد مالي بتلاقي منها طب الأسنان. طب الأسنان من مشاكلها للناس الاجتماعيين إنه أنت عم تشتغل لحالك، هو عم تشتغل بحيز محدد اللي هو عيادتك، مصطلح مثلا وقت تتخرج لوقت تتقاعد، فالشغلة مملة وحتكبت على نفسك شوي. بس في كثير دكاترة بيتغلبوا عليها بالمؤتمرات والندوات اللي هي كثيرة بعالمنا العربي حتى. طب الأسنان بتعطيك كثير مجالات للشغل، بتعطيك مجال انك تشتغل انت بشكل منفصل ومستقل بعيادتك، بتحدد ساعات دوامك على كيفك، فيك تشتغل بمستوصف، هالشيء بالنسبة للشركة كمان، فيك تشتغل بمستوصف أو مشفى حكومي أو خاص، فيك إذا تابعت دراسات عليا تشتغل بمؤسسات أكاديمية، وفيك أخيرا تدرس وتختص بالبحث العلمي. هاي المشكلة عندنا بالنسبة للطب وطب الأسنان، إنه عندنا كثير منافسة فبيصير احتكار، لأنه كل سنة في كثير خريجين أكثر مما بيحتاج. خلينا نقول المجتمع العملي. صوت أكثر ما بيحتاج المجتمع العملي. عندنا كثير خريجين معناتها عندنا كثير طلاب كل سنة، وجامعتنا باعتبار ما فيها التنظيم فبتاخذ بجوز مخبر استيعابه 20 واحد تلاقي فيه 80 واحد. فهالشيء بشكل شوي ضغط وشوي يعني ما بيصير في تشاركية وتعاون بين الطلاب، أحيانا بتصير قصة أنانية أكثر مشان الواحد يقدر يتفوق بين هالعجقة كلها. طب الأسنان مثل ما قلنا هي ممارسة وخبرة. أنت خلال الخمس سنين اللي حتدرسها بطب الأسنان ما حتلاقي حدا بيقول لك شلون تتدرب، حتلاقي رح تشوف مع مريض إنه بده يدرسها. فأنت بدك تلاقي طريقتك الخاصة لشلون بدك تتدرب. عادة بالسنين الرابعة والخامسة نحن عندنا عيادات مثل الطب البشري. بالسنين الرابعة والخامسة عندنا عيادات، عندك بدك تدبر مرضى لحالك. بدك تدبر المرضى لحالك تشتغل عليهم مقابل انه ما حدا اخذ حق المعالجه، وانا انه اتدرب عليهم المشكله. غالبا بيكون مواتر خفيفه او بس تحسن حالك مضبوط بدك انت تلاقي حدا فهيم يشرف عليك، بدك تدبر حالك بمستوصف، بدك تدبر حالك في عياده الدكتور، وهالشغله مو كثير سهله عندنا بالبلد. بس اهم شيء بطب الاسنان الممارسه الدائمه وانك يعني تتدرب لفترات طويله. مثل ما قلنا تعاملنا الاساسي بطب الاسنان والطب البشري هو مع المرضى. هذا بيعني انه بدك تتحمل المريض، بدك تتحمل الكبير والصغير والبخيل والنصاب والجاهل والعالم، كل واحد بدك تحكي معه على حو عقله وتحتوي على حو عقله. بالسنه الرابعه والخامسه كثير عندنا مشكله تدبير المرضى. مثل ما قلت انت عندك حالات كثير قليله بدك تلاقي مرضى، والجامعه ما بتتدخل بالقصة. انت يا بتجيب مريض تشتغل له تاخذ عليه علامه بتنجح ماديا او ما تبدا راسا. والشيء طبعا بالنسبه للعياده يعني اللي بيعرف يتعامل مع المريض بالاول يجيب مرضى كذا، هالشيء رح يستمر معه بعيادته، يعني بيكونوا مرتاحين معه، بيتعامل معه باللباقه المطلوبه، بيتعامل معه بالحرفيه والاخلاق الطبيه المطلوبه. اكيد بيبدا دراسته الجامعيه على هالاساس حتساعده ب وقت يكمل شغله. من المشاكل الكبيره الخاصه بطب الاسنان اللي الطلاب ما بينتبهوا لها انه انت بعد عدد سنين قليل من الشغل حتبلش معك مشاكل صحيه انت، بسبب انه كل شغلك على الواقف تاخذ اوضاع صعبه. ببلش معك وجع ظهر، ببلش معك الجلوب العامي ديسك، ببلش معك ايدك ترجف بعد سنين،
فغالبا اطباء الاسنان العمر الافتراضي لمهنتهم قليل بالنسبه لباقي المهن، يعني بالهندسات بجوز باوائل الخمسينات تكون هلا بلش يصير استشاري، عندك طب الاسنان بهالعمر بتكون عم تتقاعد. هذا غير انك عم تتعامل مع مرضى بجوز يكون معه كويت، بجوز يكون معه التهاب كبد، فاذا ما قدرت تبارك على حالك بجوز تخرب حياتك اللي بدون ما تنتبه. الى الان هي ولا بعد وما بعدها. مثل ما قلنا طب الاسنان خلال 5 سنين اللي هي الجامعة هي ألف باء طب الأسنان. أنت حتكون أخذت لمحة عن كل مجال. أنت بتوقع إنه طب الأسنان هو مجال يعني علم محدود إنه خلال 5 سنين وزيادة عليه، بس خلال ال5 سنين حتكون أخذت فكرة عن كل اختصاص من اختصاصات طب الأسنان، وأنت بعدين بتقرر كيف بدك تطور حالك. شو الاختصاصات؟ رح أحكي لك. انت بعدين بتقول تبحث كيف بدك تطور حالك. عندنا اذا ما بدك تعمل اختصاص سنتين بريف هن يعني بيساعدوا كثير ناس انه يتدربوا بالحياه العمليه. عندك اذا بدك تختصي يا اما بوزاره التعليم العالي يا اما على حساب وزاره ثانيه اللي هي الصحه او الدفاع. الاختصاصات الرئيسيه هي جراحه اللي هو اكثر شيء مرغوب، وتقويم ولسه وتيجان واطفال ومداومه. مثل ما قلنا علم طب الاسنان هو علم سريع التطور، مثل ما هلا باي علم ثاني انت بدك تتخرج وتضل عم تتابع على حالك، يا اما تلاقي حالك بعد سنتين سويت ولا شيء. حدا عنده اسئله؟ خلال الدراسة بيكون مجال الدراسة يعني السنين الخمسة هلا بدرسوا بس الفك بس الأسنان؟ هلا أنا أول أنا أول سنتين مثل الطب البشري علوم طبية عامة اللي هي فيزيولوجيا بتدرس الجراثيم كيمياء طبية فيزيوتوبية مناعة أشعة خلية كاملة يعني غير مصدر. أول سنتين مثل الطب البشري بس بيحاولوا يتوجهوا أكثر خاص بالفم والوجه. بالسنة الثالثة ربط بين النظري والسريري، سنة رابعة وخامسة عيادات بس. لا كنت عم تحكي على قصة النظرة الجمالية والهي. طب انه انا شايف حالي انه ما عندي هيك شغلة، انه ما اتوجه لطب الاسنان لا انا برأيي هي ما بيكفي اذا ما عندك نظرة جمالية انه تستبعد طب الاسنان. قلت لك اذا انت ما عندك نظرة جمالية بيمشي حالك طب الاسنان بس بدك تدرب اكثر من غيره. يعني في ناس عندهم اشغال يدويه سهله او الرسم من افكته، اذا انت ما عندك الشغله بيمشي حالها، بس بجوز هو يتدرب على السن يعمله 3 مرات يمشي حاله معه انت 30 مره. بس اذا تدربت اول فتره بشكل كافي حيصير عندك المهاره اللازمه. يعني بالنهايه طب الاسنان صح في قسم فني، بس مو قسم فني مو مستند على اساس فني. يعني مثلا انت نحت لو قلت لك خذ نحات الحجر انت بدك تبدع من عندك، بينما طب الاسنان هو فن بس مستند على قواعد علميه. انت اذا اتقنت القواعد العلميه وتدربت عليها بشكل كافي لتصير عندك المهاره لتطبقها فانت بوضع ممتاز. برايي اذا عندك خلق بتعرف حالك عندك خلق وحتتدرب بشكل كافي روح على طب الاسنان. طيب الفكره الثانيه هي حيز الفراغ هو كبير ولا لا؟ كبير. يعني انه يعني لأي درجة أنا فيني أضيف شيء لدراستي مثلا؟ لدرجة فيكي قلت لك إذا بتدرسي منهاج معهد ثاني معه بتلحقي. يعني دراسة آخر الفصل بالنسبة للنظري كافية تجيب لك علامة منيحة. وبترفع موادك بسهولة. نحن بنحكي بشكل تقريبي إنه ضغط الدراسة عندنا وحجم المعلومات بيطلع يمكن 15-20% من الطب البشري. يعني حتى مثلا عندنا نحن بندرس مناعة. وقارنا بالمناعة تبع الطب البشري ما بتطلع ربع. لأنه بالنهاية أنت ما بتحتاج تألم بالمناعة قد ما بيحتاجوا الطبيب العام. نفس الشيء بالنسبة للخلية، نفس الشيء بالنسبة للجنين والوراثة وإلى آخره. بس الحيز تبعنا كمان موجودين، بيسمح لك إنك تشتغل مشان تقدر تطلع الكيف المادية اللي بدك تحطها، وشو الكيف المادية اللي بدك يعني لأي حدود؟ لا شو الكلفة؟ الأسبوع والشهر؟ دوامنا نحن طويل
يعني احيانا بيبدا دوامك الساعه 7 واحيانا بيخلص الساعه 5 حسب اي سنه. بس انا قصدي بالحيز الوقت انه انت عندك يعني بترجع على بيتك ما عندك شغل. جماعه العمارة بيرجعوا على بيتهم بيصيروا ثاني يوم من عم يشتغلوا. جماعه الطب البشري اذا ممكن من اول فصل عم يدرس حيرسوا اخر فصل. انت عندك وقت اذا بتقدر. هلا انا شو انا بشتغل برمج بس بشتغل بلا دوام، فما عندي مشكله انه اشتغل وادرس دوام. فاذا انت بتقدر تلاقي شغل انه مالك مقيد دوام معين حتفتح فرصه. بالنسبه للكلفه الماديه حسب اول كل فصل انت بتبدا بالعاده تشتري جرانت كل قسم. نحن عندنا الاقسام ما في تعاون بيناتها، يعني قسم الاستيراد بتعاون مع قسم التجاره. كل قسم بيقول لك بدي هدول الاغراض من اول فصل. ممكن يكون 5000 ليره ممكن يكون 10000 ليره. بالسنوات المتاخره الرابعه والخامسه بجوز تدفع لك لحد خلينا نقول 40000 ليره 20 ل 40000 ليره بتقسم بين اغراض وادوات. شكرا.